شباب قلنا ان النهارده دي اخر فصل الهدف ده عباره عن مين؟ عن مصر السادسه. مصر مين؟ السادسه. قلنا مين؟ مترصصه قلنا جنب بعض. فالمفروض اللي قلت لكم الاشاره العصبيه اللي هي كاربك امبر اللي طبعا اسم دي بتتكلم مين؟ برضه هي ليها ميكانيزم جميل بس برضه للاسف مش عندنا وقت ان احنا نوضح كل حاجه. يعني ازاي الاشاره العصبيه بتتكلم من خلال السيل سيل؟ وانت واحد بيسالني ازاي بتتكلم من السيل من خلال السيل ومن خلال اتيا اتيا مش عارف اقول بنفسي. المهم ان الثلاثه اللي هي الكاردك مصر لا قدرة على انتقال مين؟ ها؟ نتيجة الإشارة العصبية اللي هي كاردك امبلس من سل مين؟ لسل. وفي أماكن ساعات تبقى التوصيل سريع وساعات تبقى التوصيل مين؟ ها؟ كل حاجة برضه ربنا خلقها عظمة عظمة. فتعالوا كده نشوف الأول هي المسار بيجي إزاي؟ ده سؤال بيجي أهبل كتير هتشوفوه. يقول لك هو ان شاء الله لما تعمل السينون ازاي بتوصل للبنت؟ انا مش هعطيك دافع. بص معايا. الرسمه بتاعتها اياها كل مره. ده يا جماعه ليفت مين؟ ده ليفت رايت رايت مين؟ بنت. طب في النص لازم ايه؟ وسته. حاجه انت بتقول سته. ده الاولى اهو ماشي. فقلنا الاشاره يا جماعه بتطلع من حاجه اسمها مين؟ اول حاجه السبيكر هو مين؟ فانظر تمشي مين؟ ها؟ في التو اتريا وبعد كده تتجمع كده في حاجه اسمها مين؟ البنود الفنترال نود. الفنترال نود دي تاخد الامبلس بعد كده توصلها بمين؟ عن طريق قطن اهو من البايب اسمها ايه؟ هي بامب افيو البند دي تتنزل البند دي ها؟ رانش واحد لف واحد لف وبعد كده تطلع فايبر صغير اسمها مين؟ سكنش وبعد كده يبقى انت عندك هنا البكتيريا يا جماعه بتوصل مين؟ بتوصل البنت في البلد اللي هو السوبر بول ده اللي ايه؟ في مايو هنا مايو متر اللي هو هيجيب واضحه؟ طيب قول لي بقى السؤال ده بيجي لك ازاي؟ سؤال اهبل خالص يقول لك الاشاره بتطلع قول لي النورمال سيكونس مش عارف برودكشن او بروجيشن اوف كاربك امبلس. السؤال اللي هو ايه؟ اس اي نو اي بي نو اي بي وان الكيدجن الفيربرال مصر ممكن بقى ده الصح. انا هجيب لك مين بقى؟ هجيب لك الهيرون الاول في حاجه واجيب لك السيرون مين ها؟ الاخر يعني الاختيارات اللي بعد كده هقعد ابوظ الترتيب واضحه؟ ده سؤال اهبل خالص. ساعات كده بجيب موبايل ده اجيبه على فكره برضه عشان افرحك الاول كده. على فكره لو الامتحان مثلا عباره عن 50 سؤال اول 20 سؤال اللي هو المعوق فكريا المعوق فكريا لابد ان يكون له القدره على حل الاسئله. اول 20 سؤال. بعد كده العمليه بدات تشد معاك شويه. وهناك بقى اخر 10 اسئله بتلاقي العرق زاد. ليه العرق زاد؟ لان انت خلاص محتاج اكثر. لكن في البدايه ده بيبقى في اسئله ايه؟ هيقول لك النورمال بسبيل الظهر هل هو السيمود ولا هذا ايه العصر؟ هذا سؤال هي برضه نجيبه. يجي ساعات تسوق بعض الطلبه ويقول لك يا دكتور احنا عايزين وقت عشان نراجع. راجل مين يعني؟ بقول لك اس يو نمبر بس ميكو اس يو دي خدت فراكشن فراكشن تقريبا فراكشن من السكن دي مش محتاجه تجيب لكن هتفضل تفكر. امال هتعمل بقى بالاسئله اللي بجيبها بقى اللي هي عيان راح ومش عارف مين وضغط وطن ومش عارف واسرح ديك سرحان ملوش حد. على فكره في بس معايا يا شباب دلوقتي عايز نقول بقى ايه السرعه يعني سرعه الاشاره بتاع عضله القلب تختلف في مكان الاتجاه. في عندك رسمه جميله جدا تشير يلا بسرعه بسرعه. الاتريا يا جماعه الاتريا
كام؟ لو نقول على الريسبشن اللي هي 4.5 5% اس 5.10 بص متر في الثانية واحد ده لوني انت ماشي؟ طيب واحد هيقول طب ليه سينو ما قلتش دي السرعة؟ السرعة ايه؟ يعني انا بقول لك انا هبقى انا واقف في مكان كده اقول السرعة بتاعت كام؟ ولا لما امشي؟ هي السينو طلعت بس انا من الجو بقول لي سينو ليه دعوة باللي بعد كده؟ هي مشيت ازاي؟ المهم في الايه دي نود يا جماعة توصل ل 5% خمسة المية بنت في الجيبي باندل عنده كام باندل برانش حوالي 2 متر سكت بتمشي 4 متر سكت البنتجل البنتجل زي الابرة يا جماعة 5 من 10 البنتجل 5 من 10 عندي يا جماعة ناس سرعات مختلفة يعني سرعة الابرة والبنتجل بتكاد تكون واحدة هي 5 من 10 متر في الثانية أسرع واحد هو مين؟ لسه بتفكروا اللي هو 4 متر سكت أبطأ واحد هو مين؟ 5% متر سكت يبقى إيه الأبطأ؟ أنا موجود عندكم على فكرة الأرقام اللي موجودة عندك في الشيت هتلاقي كده بتقلك لك البولت بتقلك الخط هتلاقي عندك فاست ومين؟ على فكرة كلكم بتتلخبطوا في السؤال ده معايا وهنا طلع ايه اسرع حاجه بتوصل الشرع يعني طبعا كل حاجه لها اسباب يا جماعه ما فيش وقت ومفيش وقت ان انا اوقع دماغك اشمعنى وليه لكن انا ليه اشرح لان انا ليه ربنا خلى في جنوب وسط ليها هدف يا جماعه ليها هدف مفيش حاجه كده هدف يا جماعه بص معايا فانا بقول لك ايه هي اسرع نقطه اسرع منطقه مثلا بتوصل للشبكه العصبيه مثلا هل هي السينود ولا الاي بي نود ولا البركنج ولا الكلام ده هتختار البركنج دي اسرع مع ان في سؤال تاني اقول لك لو قطعت مش عارف الاي بي بارد دي مثلا في حادثه ولا بتاع ولا في مرض ايه ابطا ريزن ايه ابطا ريزن هل ده السينود ولا الايلينود ولا البارف ولا البركنج؟ فاهم حاجه؟ هتلاقي البركنج يعني البركنج دي ابطا ريزم افهم معايا ها واسرع توصيل اياك اياك كل الياء ده في علاقه بينهم ده مش علاقه دي حاجه الريزم دي خاصيه لوحدها والكوندكتيفيتي دي مين؟ خاصيه لوحدها فالبركنج تتميز بمين قلنا ها؟ ابطا ريزم أصلاً واضحة إياك تتلخبط إياك تتلخبط يا جماعة بتاع الامتحان ماشي أنا شوية كده مخلص يعني